جميل. كيف ترى هذه الدكة وما المطلوب من المدرب للحفاظ على هذه النتيجة؟ طبعا هو في كل الأحوال الدكة دي زي ما قال الكابتن رمضان هي حسب مجريات المباراة وحسب قراءة المدرب، لكن أنا بشوف إنه إحنا نوعية اللاعب في السودان بقى فيه مرونة. يعني حسن أطهر الطائر اللي بيستخدمه كلاعب ثالث في المهاجم هو لاعب ظهير يمين في الأساس. يعني لا قدر الله حصل لسموه أي شيء ممكن يرجع هو يكون في لاعب بديل له. يجي ياسين حامد، يجي وليد الشعلة مثلا. أنت متقدم 2-0 دار تسحب لاعب من منتصف الملعب مثلا شرف شيبوب يعني لاعب وسط مهاجم ممكن بتجيب ضياء الدين او ولي الدين بوجبا. دي كلها اسماء انت حسب مجريات المباراه انت بتستخدم لاعبينك وحسب قراياتك. لكن احنا في المجمل بنقول احنا لو دايرين النتيجه دي احنا لازم نتيجه الفوز هي المباراه في كل الاحوال. مباراه الهدف الواحد كافي انه تتجاوز بينه، لكن الهدف ده لازم يكون نعمل الان على الحفاظ وزياده الظله. ما انت لقيت فرص من اصعب الفرص سجل. انت بالعكس تامن نتيجتك، لقيت فرص تامن، وفي نفس الوقت انت تحاول تبعد الخطر عنك انك انت تكون دائما اغلب وقتك في ملعب الخصم.